بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. انزل اعمل لايك. ليه اعمل لايك؟ انزل اعمل لايك كابتن. المباراه دي كانت مباراه مهمه جدا. ليه كانت مباراه مهمه كابتن؟ دي مباراه وديه. لا والله ابدا، دي كانت مباراه مهمه جدا، خصوصا ان لا يفل الحديد الا الحديد، فشلت مع المنتخب المغربي. معلش يا صديقي العزيز، منتخب الهند بعد ما قرر ان هو يلعب مباراه وديه مع منتخب المغرب قبل كاس العالم للفوتسال، قرر ان هو يجيب معاه 9 لعيبه مغاربه. قال لك لا يفل الحديد الا الحديد، اديها واحده يورجن كلوب، لا يهزم السيتي الا السيتي، لا يهزم المغاربه الا المغاربه، فاحنا هنجيب معانا 9 لاعبين. انت بتستفزني يعني؟ بستفزك. انت بتستفزني؟ قد اللي انت بتعمله ده؟ قد اللي انت بتعمله. هتعمل ايه؟ هديك 5. اديني 5 يا باشا، انت بتهزر. هديك 5 وهدوس على وشك وهيبقى شكلك وحش. لا ده احنا نشوف بقى، ده الموضوع يبقى فيه خناقه بقى، ويلا بينا يلا بينا يلا بينا. وفعلا يا صديقي العزيز، المنتخب المغربي اعطاهم 5 بجد والله. دي كانت مباراه اسهل من فنزويلا. ده احنا قدام فنزويلا دخل فينا 3 جوان وعملنا ريمونتادا النهارده 5-0. صديقي العزيز، لا تستفز الاسود عشان هينفخوك. والله ما تستفزهمش عشان هيزعلوك وهيدوسوا على وشك وشكلك هيبقى وحش قوي. هتقول لي صديقي بس انا سمعت كلام ان في لاعب من المنتخب المغربي اتصاب على حسب مروكو فيتصال برو. لا الحمد لله رب العالمين يا صديقي، ما فيش لاعب اتصاب ولا حاجه، والحمد لله يعني الشباب ما نزلوش بعد كده ان في حد اتصاب، فالحمد لله الرجاله كلها تمام والدنيا بالنسبه لنا اخر بيس. يعني اكتسحنا منتخب هولندا اللي جاي بلاعيبه مغاربه. صديقي المغاربه بتوعنا اوريجينال، انما دول مضروبين. دول مضروبين يا باشا، دول مغاربه واخدين جنسيه هولنديه. ليه يا معلم؟ ما تيجي تلعب مع المنتخب المغربي، المغرب افضل بكتير يا ولدي. هولندا قالت لك المغاربه بيكسروا الدنيا في الفوتسال، نجيب لعيبه مغاربه. فعلا جابوا لعيبه مغاربه وقدروا ان هم يلحقوهم ويوصلوهم كاس العالم للفوتسال، لكن من قدام المنتخب المغربي لا والله. هتقولي صديقي ممكن اللعيبه دي لعيبه قليله عشان كده اختاروا منتخب هولندا وما جوش يلعبوا مع منتخب المغرب عشان المنافسه في المغرب اصعب. بحب فيك يا صديقي ساعات ان انت بتربطها وهي طايره. فعلا يا صديقي العزيز، والدليل المباراه الوديه دي تم اكتساح المنتخب الهولندي 5-0. هتقول لي يا كابتن بس الماتشات الوديه دي مش مقياس. تمام مش مقياس، انا متفق معاك، بس هي بتتكلم معاك على الفروق الفنيه الكبيره جدا ما بين اللعيبه وبعضها البعض. يعني مثلا ممكن ما تكونش موفق في اليوم ده، تتغلب فرق 1، فرق 2، فرق 3، انما فرق 5 كتير يا راجل. ده كان فاضل لهم اشرف حكيمي يسجل هدف السادس وكانت تبقى حلاوه قوي، وقعدنا مباراه مصر والمغرب. هتقول ايه يا صديقي انت لسه بتتحسس من ماتش مصر والمغرب؟ لا انا بطلت اتحسس من اي حاجه يا صديقي العزيز. فالف مليون مبروك للمنتخب المغربي، وان شاء الله باذن الله عدها برجاله، عدها بنوين ان شاء الله في كاس العالم في باكستان. لسه في ماتش تاني مع هولندا تقريبا كده، في ماتش مع هولندا او فنزويلا. اللي متابع يقول لنا الماتش اللي باقي مع مين؟ مع هولندا ولا مع فنزويلا؟ هتقول لك يا كابتن مين اللي احرز الاهداف؟ للاسف ده من اسرار هشام الدكيك اللي ما حدش بيعرفها. معلش انت تعرف النتائج بس، انما ما تعرفش مين اللي لعب وما تعرفش مين اللي سجل اهداف. هو ده اخرك معانا، سريه كابتن الدكيك يجب ان هي تحترم. شابوه كابتن هشام.